بسم الله الرحمن الرحيم. يا صاحبي ياللي المرض هدك، مش عايز اشوف دموعك نازلة على خدك. تمن الألم مغفرة في الدنيا والآخرة، بالعفو مين قدك؟ دي الشوكة لو سكتك تغفر ذنوب سكتك، بالعفو مين قدك؟ يا صاحبي ياللي المرض هدك، مش عايز اشوف دموعك نازلة على خدك. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم، حلقة جديدة من حلمك حقيقة. في هذا البرنامج نحن نحول الأحلام إلى حقائق، ربما بعضها أحلام بالشفاء والشفاء من الله، وبعضها بالمال وهذا عند الله، وبعضها بالسعادة وتلك لها أسباب. والسعادة كما قال البعض قرار، إذا قررت أن تكون سعيدا فليس بمقدور العالم أن يتعسك، وإذا قررت أن تكون رضيا وراضيا فليس بمقدور العالم أن يجعلك تسخط وتتذمر. أعزائي المشاهدين، عندما وقعت إحدى نعلي الرجل المحترم الهندي غاندي وهو يركب أحد القطارات، ألقى بفردة الحذاء الثانية، فسئل لماذا لم تنزل لتجلب الأولى، فقال ضاعت الأولى فأردت ألا أفسد على الذي يعني أهدي إليه هذه الفردة فرحته فأرسلت له بالثانية. وعندما سئل غاندي أيضا لماذا دائما ما ترتاد قطار في الدرجة الثالثة، يعني تركب القطار في الدرجة الثالثة، قال لأنه لا توجد رابعة. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم. النهاردة هنحاول نقول الكثير من المعلومات، ربما اللي بعضها جديد. جمعت لكم بعض المعلومات وبفكركم تاني تستطيعون التواصل معي على الأرقام الموجودة على الشاشة، نستطيع أن نتواصل معا لنصل إلى حلم الشفاء. حصل عندي في العيادة موقف غريب جدا امبارح. حد جاني علشان عليه طار على ابنه، يعني في طار على ابنه، فأنا كنت متوقع الحقيقة أنه هيحكي لي عن موضوع الطار وبعدين يدخل في الطب، فما دخلش في الطب خالص. قال لي أنا بشوف برنامجك اسمه حلمك حقيقة وأنا من حلوان، وابني قتل حد نتيجة يعني خلاف على حتة أرض وهم جيراننا، فالراجل التاني مات وابني اتحبس، والست مصرة انها تتشفى في ابني، طردونا كسرونا البيت وا وا وا. فانا خدت الرقم الحقيقة واديته عنوان الشيخ الطيب شيخ الازهر، لانه بلدياتي يعني وحد انا يعني بثق فيه جدا، واتمنى ان السيدة اللي من حلوان لو بتسمعنا دلوقتي يعني تغفر او تعفو او يعني ان شاء الله باذن الله. انا خدت رقمها وحاول اتواصل معاها، بس بعد ما نشوف شيخ الازهر الرجل المحترم الشيخ احمد الطيب حبيب قلبي يعني ماذا سيفعل حيال هذه القضية، وهو اهل لها ان شاء الله. طيب، اول معلومة، هل تعلم ان كل 30 كيلو من جسمك تحتاج الى لتر مية؟ تاني، كم من الماء يحتاجه الانسان؟ الانسان محتاج كل 30 كيلو من جسمك محتاجين لتر مية. يبقى اوزن نفسك وشوف انت كم 30 كيلو، كل 30 كيلو محتاجة الى لتر مية. طيب الحاجة التانية، اللي ينقص عنده المية يحصل ايه؟ مشاكل كتيرة جدا جدا، بس لو نقص وما شربش مية كتير هيجي له امساك، امساك، عشان كده نصيحتي لكل اللي عندهم امساك يشربوا مية. الحاجة التانية املاح كتيرة فتعمل حصوات. طيب معلومة التانية بتقول انه كل بيضة فيها 17000 ثقب، اللي هي المسام اللي في القشرة بتاعت البيضة، 17000 خرم، 17000 ثقب. فالثقوب دي البكتيريا ممكن تدخل لها. امتى تدخل لها؟ لو ارتفعت درجة الحرارة بعد ما تبردت. طب ده ينطبق على ايه؟ على البيض في التلاجة. لو فصلت التلاجة فترة طويلة ودرجة الحرارة ارتفعت بعد ما كان البيض سائع، ممكن تجيله نوع من البكتيريا اسمها السالمونيلا، ودي سامة جدا. فحافظوا على اطفالكم بالانتباه لهذه المعلومة المهمة. ازاي اعرف ان الكلى فشلت؟ الكلى فشلت ليها اعراض، طبعا اليوريا والكرياتينين كنا بنعول عليهم قبل كده، لكن قلنا بنعمل حاجة اسمها سرعة ترشيح الكلى. معايا اتصال. الو. الو. ايوه. ايوه يا دكتور. ايوه يا فندم، مين معايا؟ كمال من الشرقية. استاذ كمال بالشرقية، اهلا بيك. انا عندي دوالي المريء برجع دم. الف سلامة. وعندي الطحال متضخم. الف سلامة. وعندي دلوقتي بتعالج يعني بص الاول ده تليف كبد في الغالب، جاي بعد بالهرسيا
او فيروسات كبديه او اي امراض في ايوه الكلى. فيروس سي. ها اي فيروس سي. كلامي صحيح يعني؟ ايوه الف سلامه. طب عملت ماشي. ربط او حقن للدواء يا اخي كمال؟ عملت ربط كتير ودواء وحقن كتير. طب لحظه، دلوقتي دوالي بقى الدرجه الكام دلوقتي؟ لازم بنكتب في المنظار دوالي درجه كذا، مكتوب كام ولا محدش فاهمك؟ كان درجة تانية. درجه تانية مش كان اللي انت فيه دلوقتي كام؟ درجة تانية ربط دواري دلوقتي انت درجة درجه تانية. تانية الان، اصل هو كان تالته ورابعه خد بالك، او مفترض ان انت فهموك انه كان درجه كام يعني الاول بيبقى. اتفضل. كان درجة تالتة. بالظبط، ده اللي انا بقوله. طيب وبقى كنت الاول برجع دم، كنت في ورقة دم وحاجات في المستشفى، ودخلت بنزور وقال انت عندك دوري في درجة تانية. عملت منظور بعد اسبوعين، قال انت كده وصلت لدرجة تانية بعد التالتة التانية. تمام، هجاوبك وقال انا، دلوقتي هجاوبك واقول لك قال كل حاجه على الدوالي ما تقلقش، بس ماشي قول لي بس. لو في سؤال في حته معينه، لان انا هفتح في موضوع الدوالي ان شاء الله واقول لك معلومات كتير، الا لو جه اتصال بضطر طبعا يعني يعني البي رغبه المتصل، لكن يعني هقول كلام عن الدوالي، بس قول لي لو في سؤال في حته معينه اجاوبها لك، وانا هقول معلومات كتير ان شاء الله على الدوالي يعني دلوقتي. الوقت عندي اسهال مزمن بقالي شهرين، تمام. والدكتور اللي متابع معاه بيديني علاجات، والعلاجات دي مش جايبه نتيجه، وحللت اسهال مرض. ميه ميه على طول ولا اسهال يعني درجه كده متقبله؟ ميه ميه على طول. ميه وريحته وحشه ولا كويسه ولا عاديه؟ ريحته وحشه. ميه وريحته وحشه. كم مره في اليوم يعني تقريبا؟ ممكن 5 6. انا عندي تقرح في القولون. بس بس خلاص. في دم ومخاط او احدهما؟ في دم. انا مخاط حللت زي واحده زلال منهم. البيض كده. طيب خدت كورتيزون ولا ما ادكش كورتيزون؟ لا، قال لي غلط الكورتيزون، غلط عليك. طيب قلت له قال اداك لي ايه؟ غلط، اداك حاجه اسمها كولاسلازين ولا حاجه؟ كولازين. انا ماشي عليه على طول اصلا. كولازين كولاسلازين. ها ماشي. ماشي عليه على طول اساسا. طيب الف سلامه، هقول لك كل حاجه دلوقتي. ماشي يا دكتور. اؤمر. معلش يعني انا خدت ادويه للاسهال دول ما راحش، والادويه دي في منهم مضاد حيوي وفي منهم للاسهال، شريط كده مكتوب في النشره الداخليه من المسافرين. بص، خد حاجه اسمها ايموديوم، يعني اكتب لو معاك قلم، ايموديوم وموديوم انا وترينسيديا، اكتب الاثنين دول هيساعدوك جدا. ترينسيديا 550 قرص صبح وليل، وخد ايموديوم، اسمه الاسمين دول هيظبطوا الدنيا معاك جدا جدا في الاسهال، وموديوم. لحد انا ما يعني لحد ما ان شاء الله اجاوب على اسئلتك. معايا طب اتصال؟ وموديوم والثاني اسمه ايه؟ ايموديوم وترينسيديا، ترينسيديا 550 قرصين في اليوم، طب يعني قرص انا صبح وقرص ليل. باخد نوع اسمه سيبيرو ديزول. سيبرو ديازول 500 ولا كام؟ مش عارف لا لا، في 500 ولا 500 بعد 550. الكلمه دي. لا وقف دي، وقف اللي انت بتاخده وخد الاثنين اللي انا قلتهم لك هيظبطوا خالص. اللي انت قلته اسمه سيبرو ديازول، في منه 500 وفي منه 250، بس ده تقيل شويه، مظبوط. لكن يعني اللي انا كتبتهم لك احسن وانسب لحالتك. الف سلامه. اسمه ايه؟ اسمه ايه الاولاني؟ ايموديوم، موديوم. ايموديوم، والتاني ترينسيديا 550، ترينسيديا 550. ألف سلامة عليك. في ورم في رجليك الأول؟ من المية بس انا ماشي بطني. يعني في التشنجات في صوابع إيدك ورجلك ساعات؟ طب ما قلتش عليها ليه؟ ايوه شد عضل من بشمت المية اللي باخدها. ما قلتش عليها ليه؟ ايوه في ضيق بيجي في ضيق ورجلي. طيب ودي بتزيد بالليل آخر الليل، لكن بالأول ما تصحى الصبح بتلاقيها كويسة، عشان كنت نمت أنت ورجليك مفرودة على السرير. ألف سلامة عليك. هقول لك حاضر. طيب اخونا كمال معايا اتصال تاني، اتصال تاني. الو الو الفولي، استاذ فولي. الو ايوه يا دكتور، ازاي حضرتك؟ الحمد لله يا استاذ فولي، ربنا اهلا وسهلا، يخليك يا دكتور. اتفضل يا حبيبي. حضرتك كان اتكلم عندي، منين الاول؟ انا من المنيا يا فندم، من المنيا. منين؟ من المنيا، من المنيا نفسها. منيا نفسها، اهلا وسهلا، اتفضل. اهلا بحضرتك يا دكتور. مرني يا حبيبي. عندي جفاف في الحلق من شهر 7. الف سلامه. وعملت منظار على الحنجره، جاله ان في لحميه على الحنجره، ألف سلامة. ولكن الجفاف والالتهاب دوت الدكتور بتاع الأنف والأذن قال لي إن دوت من الارتجاع المريئي. فباخد علاج للارتجاع المريئي، بس برضه باستمرار موجود عندي الجفاف دوت طيب في في الحلق. بكتيريا حلزونية ولا ما حللناش بكتيريا الجرثومة؟ حلزونية حللت حضرتك، طلعت عندي 4.49%. لا موجودة كده. وخدت ليها العلاج اللي هو بتاع اللي هو جرس واحد فيه ثلاث عناصر. ترايوكلار؟
انا نسيت اسمه، ولا هيليكيور، هو تقريبا الهيروكلور مرسوم عليه معده، العلبه من بره كده على مرسوم عليها معده. هو حضرتك هو جرس واحد مش ثلاثه. في بيبتيك كير، افتكر ايهما بقى، بيبتيك كير وهيليكيور ترايوكلار، وفي دواء موجود في الكويت والمانيا بس، الكويت والمانيا بس، ده موضوع تاني خالص، لما ما حدش يستجيب خالص بنقول له حاول ابعت بقى على الكويت او ابعت على المانيا، هم دول المكانين بس اللي فيهم. طب هو حضرتك انا خدت العلاج دوت بس ما عملتش تحليل تاني للبكتيريا الحلزونية. لازم تعمل، واما تعمل فين؟ في البراز، لان ده الادق والاصدق. ايوه واحنا عندنا ثلاثة، واحد في الدم ده للاجسام المضاده، اثنين في النفس، ده مش كتير دول بتعمله ومكلف، ويعني الثالث في البراز وهو الادق والافضل والاهم واللي بنتابع بيه نسبه انها موجوده او نسبه انها مشيت، ولازم نعمل بعد ما نخلص الكورس، ولازم قبل ما نخلص الكورس يعني خلاص خلصنا الكورس ناخد اسبوع اجازه، ما ناخدش خالص علاجات للايه؟ للجرثومه، راحه اسبوع والا النتيجه هتطلع غلط، وبعدها نحلل. اتفضل. كنت باخد حضرتك معاه مضاد الترجيع برضو الميبرازول. ده مش مضاد للترجيع خالص. بيبزول قصدك يعني؟ بيبزول 40 ولا حاجه. الماده بتاعته ميبرازول يعني. تمام. اسمه البي دي اي عموما يعني. حمض المعده والارتجاع المريئي او الارتجاع حمض المعده. هقول لك كل حاجه على الارتجاع، بس زي ما بقول لك يعني ان شاء الله انا بكتب دلوقتي مين سال ايه علشان ما بحبش اكسف اللي بيتصلوا، وفي نفس الوقت كتر خيرك هنجاوب ان شاء الله. كتر خيرك. حبيبي تحت امرك. طيب يعني احنا عايزين نتكلم عشان اخونا اللي من المنيا، وعايزين نقول ان الجرثومه البكتيريه حاجه يعني مهم جدا ان احنا نتعالج منها، ومهم جدا نعرف المعلومات اللي عنها، وعملت حلقات انا قبل كده عنها، مهم قوي قوي اقتل البكتيريا الحلزونيه، لانه احنا لو هنرتب كلامنا فهنقول ان الجرثومه الحلزونيه دي جرثومه موجوده في المعده، ونرجع تاني لمناعه وميكروب، الميكروب ده كان بكتيريا او كان فيروس، يبقى مناعه ضد بكتيريا، مناعه ضد فيروس، طب احنا النهارده ضد ايه؟ ضد بكتيريا، طب في الكورونا كانت ضد فيروس، يبقى النهارده مناعتك ضد البكتيريا دي. طب نسمع الاستاذ حامد ونجاوب الايه؟ الثلاثه مع بعض. استاذ حامد الو. ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل عام وحضرتك بخير يا دكتور حسين. وحضرتك بخير يا استاذ حامد، بتتكلم منين؟ الله يبارك في حضرتك، انا اعرف حضرتك من فتره جامده من ايام الدكتور عاطف عبد الرشيد والحاج وجدي العربي حضرتك. ربنا يخليك، اهلا وسهلا، ده من ايام قناه الناس. اهلا الله بحضرتك. الله يبارك لك. وربنا يديهم هما الاثنين الصحه والعافيه يا رب. اتفضل يا فندم. انت شلني من الامر اللي انا فيه يا دكتور حسين، لاني في ورطه ومحدش هيطلع لا الا حضرتك. اتفضل امرني، انا اخوك وقد ما اقدر هساعدك باذن الله. كانوا شخصوني ان انا اقرب جد. الكلام ده من حوالي 27. معلش الخط بيقطع، شخصوا الحاله ايه يا اخي؟ الخط وقع. طيب اتمنى يحاول الاتصال، وزمايلي برضو يدوا له الرقم في الكنترول، ونحاول زي ما قلنا لان وعدنا في اول الحلقه حلمك حقيقه، فايا كان حلمه احنا هنحاول نساعده. الو الو. طيب يعني هو فكرنا بالدكتور عاطف، ربنا يديه الصحه يا رب. طيب الحقيقه اللي عايز اقوله بس انه البكتيريا الحلزونيه يعني مشاهد عادي بيسمعني دلوقتي يعمل ايه في موضوع البكتيريا الحلزونيه؟ اول حاجه ما اوجاع المعده وهمومها يا اما في بكتيريا حلزونيه يا اما ما فيش. ارتجاع المريء يعني ارتجاع المريء يعني الاكل اللي في المعده يطلع فوق، المريء اصلا في الهضم يسبق المعده، يسبق ايه؟ المعده يعني فم ثم بلعوم ثم مريء 25 سنتي ثم معده. اذا الاكل يعدي في المريء وبعدين ينزل في المعده. اذا حصل العكس بعد ما نزل المعدة رجع المريء سموه ارتجاع، ومن هنا جت كلمة ايه؟ ارتجاع مريء، يعني ارتجاع الاكل للمريء تاني بعد ما عدى عليه في الاول. معايا الفنان عمرو يسري. الو. اهلا بيك يا حسين، منور الدنيا. حبيبي الفنان الجميل صديق العمر الفنان عمرو يسري. الله يخليك تعيش. حبيبي اللي حضر فرحي ورقص فرحي كمان وغنى فرحي. حبيبي الله يخليك. عشرة عمر الفنان الجميل خفيف الظل والدم العسل عمرو يسري. انا مبسوط ان انا طالع معاك على الهواء ونتكلم مع بعض. الله يخليك حبيبي حبيبي حبيبي. والله ايه الاخبار عندك؟ قول لي. الحمد لله، انت وحشني جدا اولا. الله يخليك تعيش. وساعات ساعات السمنه تدي خفه دم عند بعض الناس، يعني علاء ولي الدين الله يرحمه كان 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 كان, كان السمنه سر جماله وحلاوته وتالقه وخفه دمه، وانت ربنا يديك طول العمر
ما يتعوضش. علاء ولي الدين ده ما يتعوضش. يعني كان كينونة طيبة جدا، وكان شخصية حنينة قوي، ما كانش فيه حد بيختلف عليه تماما. كل الناس كانت بتحبه، وكل الناس كانت بتعشقه. رحمة الله عليه، رحمة الله عليه، ربنا يديك طول العمر. عايز اعرف في اي اخبار جميله كده عايز تقولها لنا؟ والله دعواتك. يعني في فيلم السينما المفروض بنحضره ان شاء الله. الفيلم ده انا اللي كاتبه، اسمه تمام. بنات كده وكده، وده جديد من نوعه، ما اتعملش لا في السينما المصريه ولا العالميه قبل كده يعني. فموضوعه شائك شويه، وموضوع هيبقى قضيه راي عام وحاجات كده يعني. جميل. فان شاء الله دعواتك كده يكمل على خير باذن الله. طيب. وحاليا بصور مسلسل ليبي. تمام. بصور يعني اسمه ليبي في الصعيد. تمام، جميل جميل. الله يخليك. عموما هو القصه شائكه بالكاف وشائقه بالقاف، شائق وشائك الاثنين فعلا. طيب قول لي بقى، من اين تستقي معلوماتك الطبيه الصحيه فناننا الجميل عمرو يوسف؟ والله اول حاجه جوجل. يعني بدخل على جوجل، لما الاقي نفسي مثلا الكحه زادت فاروح كاتب ان الكحه زادت كذا، فيقولوا لي اشرب كذا واعمل كذا وسوي كذا، والحاجه المفيده لنفسك ايه وكده. يعني زمان كان الواحد بقى يقعد يقول لك ايه، اسال مجرب ولا تسالش طبيب. تمام. دلوقتي بقيت اسال جوجل. بالظبط، الاخ جوجل بقى. طيب. الاخ جوجل ده عنده كل حاجه بصراحه. طيب اسال مجرب، انا عايز احط النقطه فوق بس، لانه مجرب بقت مخرب الحقيقه. يعني المجرب ده ساعات يبقى مخرب النقطه، بدل تحت نحطها فوق تبقى خا مكان الجيب. الطب تقدم يا شهورة، الطب تقدم لسبب. زمان ما كانش في حاجه اسمها اشعه، ما كانش في حاجه اسمها تحاليل. زمان كان تروح للدكتور فالدكتور يكشف عليك يقول لك كحه، واخد بالك، وفي النهايه ايه، يروح كاتب لك الدواء ويقول لك انت علاجك كذا. بعد كده التطور التكنولوجي والعلمي والثقافي، وحتى كمان بالنسبه للطب تطور جدا يعني. فخلاص دلوقتي ابسط شيء يقول لك روح اعمل لي اشعه، او روح اعمل لي سونار، او روح اعمل كذا وتعالى وريني. صحيح. علشان يعرف جواك ايه. صح. فطبعا الطب تقدم جدا. فمساله اسال مجرب ولا تسالش طبيب ما تنفعش، لسبب بسيط، ان ممكن دواك غير دوايا. صحيح. ممكن انت عندك حاجه مش موجوده عندي، بس انت فاكرها زيك. صح. فده غلط، وغلط فظيع جدا كمان يعني. صح. طيب اخيرا، يعني بماذا يحلم الجميل عمرو يسري؟ والله بص، انا بقولها بقالي سنين، من 2011، اتمنى من كل قلبي السلام العالمي. الله، جميل، لانك يعني الحقيقه جواك سلام داخلي، ومتسق مع نفسك، فمتصالح مع نفسك، فشخصيه جميله. كان في صاحب صاحبه مش كده؟ فيلم صاحب صاحبي طبعا. طيب. اي ذكريات سريعه كده عن 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 محمد هنيدي والعمل معاه؟ يعني عندما يجتمع محمد هنيدي واشرف عبد الباقي ويبقى بينهم عمرو يسري، يعني الدنيا تبقى ازاي؟ في عجاله كده. دول نجوم ممتعين واصل في حياتنا يعني. محمد هنيدي ما ننكرش، انا عايز اقول لك ان كان يعني زي ما حميد الشاعري عمل نقله في الغنى، ونقله، واول يمكن اول من دخل التسقيف بالفعل لمصر، والناس كلها حبت غنى حميد الشاعري، وطلع اجيال، طلع اجيال، خدم فؤاد، وخدم عمرو دياب طبعا، اجيال بقى مش هنركر بقى، ابراهيم عبد القادر، على فارس، على احمد جوهر، على حسام حسني، على عبد الخالق، على، فعمل جيل. واخد بالك، نفس الحدوته اقلبها، ان هنيدي. محمد هنيدي قلب السينما المصريه حقيقه، من بعد نجمة بدا السينما الشبابيه بصعيدي في الجامعه الامريكيه. اتفضل. الله ينور عليك. فبقى السينما الشباب، فمحمد هنيدي من الناس اللي قلبوا السينما المصريه، وبصراحه قلبها بلذاذه ودم خفيف، وهو شخصيه ممتعه الحقيقه. طيب يعني لذاذه ودم خفيف، وهو شخصيه ممتعه، ده نفس الكلام انا اقوله عليك دلوقتي، اسمح لي. لذاذه ودم خفيف وشخصيه ممتعه. كان معانا الفنان الجميل عمرو يسري، انا شكرا ليك جدا على هذه الاطلاله الجميله. اشوفك دايما على خير يا شورى. حبيبي حبيبي يا عمرو، حبيبي يا عمرو، حبيبي. اعزائي المشاهدين، الحقيقه عندما تكلم عمرو يسري عن محمد هنيدي، يعني انا اذكر الفيلم ده تحديدا، صعيدي في الجامعه الامريكيه، قبله كان في اسماعيليه رايح جاي على فكره، او يعني عاصر هذا الفيلم اسماعيليه رايح جاي. ومش هنسى الفيلم ده، لانه الحقيقه كنا شباب ساعتها، يعني كشباب في الجامعه،
وكان المفروض انا يعني في لقاء مع الرئيس مبارك، وكنت انا من التسع طلاب او الثمانيه اللي هيسلموا على الرئيس مبارك ساعتها ويجروا حوار معاه. فكنا يعني بنشوف الفيلم ده، وكان سينما ساعتها، وكنا بنستعد للقاء ده. انا فاكر كانت مسرحيه الزعيم عادل امام بنشوفها لايف، يعني بنتفرج على الزعيم عادل امام بالليل والفيلم بتاع اسماعيليه رايح جاي، وبعدها على طول التقينا بالرئيس مبارك يومها، كان يوم الاثنين 24/8/98، يعني انا فاكر التاريخ ده طبعا. طيب هنرجع تاني الى الطب بعد ما يعني خففنا الجو شويه من المعلومات الطبيه، وتكلمنا عن هنيدي وعن السياسه وعن مبارك وعن عمرو يسري و و و و، تعالوا نرجع للطب. طيب الفرق بين الباسور والشق الشرجي. الحقيقه الشق الشرجي اصعب من الباسور، لانه البواسير الجراح بيقص ويقرب طرفين لبعض ويخيط خلاص، انما في الشق الشرجي بتبقى فيه مساحه، فالجراح يجي يضم الشفتين على بعض ما يلاقيش. عشان كده دايما بتوع الشق الشرجي او الشق الشرجي في الجراحه بتبقى الموضوع صعب. المعلومه الثانيه، ازاي اعرف ان الكلى فشلت؟ اعرف ان الكلى فشلت بتحليل مهم جدا اسمه الاي جي اف ار، وهو نفسه اللي اعرف بيه كفاءه الكلى. وعندنا تدريج بنقول من 90 لفوق نقول له اهلا وسهلا كليتك هايله، فوق ال 90 بكتير يعني 100 و110 نقول له عندك كلى سوبر، بسم الله ما شاء الله كليتك ما حصلتش. من 90 ل 60 الكلى في مرحلة أولى فيها مشكلة، من 60 ل 45 المشكلة يعني أعقد شوية، من 45 ل 30 المشكلة أعقد شوية، من 30 ل 15 دي الدرجة الرابعة بنسميها، أما الأقل من 15 بنقول للعيان للأسف أنت مهيأ إنك تغسل كلى ولازم تغسل دلوقتي. فدي تحليل مهم جدا، أو ده تحليل مهم جدا، كتير من الدكاترة ما بيعملوهوش، وكتير من الدكاترة ما بيلجأوش إليه، علما بأنه ده التحليل الأهم على الإطلاق في حتة الكلى. مريض الكلى يشرب مية كتير، يشرب حلف بر كتير، وإحنا قلنا أنه في دواء اسمه بروكسيمول أقراص، هو ده حلف البر، اسمه العلمي هلفا بارول، فبره ما يعرفوش زينا يقولوا حلف بر فيقولوا هلفا بارول. أنا أثق بدل ما تشرب شاي اشرب حلف بر، بدل ما تشرب قهوة اشرب حلف بر، عبارة عن حلف بتغليه وتصفيه وتشربه، رائع جدا، هايل للكلى، بينظف الكلى. حلف البر ده نبات بالمناسبه، تشتريه من العطار ويعني بيظبط الكلى، بخمسة جنيه يكفيك 3 شهور، يعني حاجه رخيصه جدا. طيب الارقام في حياه الاطباء دي مش تاخد دقيقه، هقول بس انه الزلال حاجه بيعملها الكبد مهمه جدا، المفروض انه يعمل 3.5، لو قل عن كده الرجل تورم والبطن تورم ويظهر ما يسمى بالاستسقاء. 13 ده رقم بتاع الهيموجلوبين، الهيموجلوبين لو 13 فأقل في الستات فروض اخره 13، في الرجالة اخره 14 ل 16. 14 ده راجل كويس الهيموجلوبين بتاعه، لكن لو قل عن 12 يبقى خلاص في انيميا. الانيميا مش بس هيموجلوبين، الانيميا كمان حاجة اسمها حمض فوليك، وساعات بزعل دكتور يمسك التحليل ويقول للعيان ما عندكش انيميا لانه بص على الهيموجلوبين بس، الدكتور لو شاطر لازم يبص كمان على حمض الفوليك سي ام في، لازم يبص على حمض الفوليك، ودي حاجه صغيره كده موجوده في تحليل الدم، الدكتور لو مش شاطر هيقول للعيان مبروك ما عندكش انيميا لانه بص على الهيموجلوبين بس وما بصش على السي ام في، او يعني الحاجه اللي تقول انه في حمض فوليك ولا ما فيش. عرق الايد هل له علاقه بالاعصاب؟ طبعا، لما الايد بتعرق ساعات كتير قوي بيبقى الموضوع له علاقه بالعصب، ولما العين بتقع ساعات العين بيحصل لها ما يسمى بتوزس، العين تروح واقعه الموضوع يبقى له علاقه بكده. عايز اقول بس اخر حاجه، الاخ اللي كلمني من الشرقيه في اقراص اسمها كلماج او كالسترون او كالسيوم او اي حاجه فيها كالسيوم في الصيدليه هتحل المشكله بتاعه الرقصه اللي في العضلات دي، الرقصه اللي في العضلات ساعات العضله اللي هنا ترقص كده تك تك، اللي هي لما بتحصل في العين نقول اللهم اجعله خير، في حاجه بترقص اللهم اجعله، لا ده سويتش اسمها مصري سويتش في الطب عندنا، مش اللهم اجعله خير، طبعا في كل الحالات اللهم اجعله خير، لكن اقصد مش معناها الطيره التشاؤم والتفاؤل خالص خالص، ده الطب يعني صرح برايه فيها وقال انها اسمها مصل سويتش، مصل سويتش يعني العضلات بيحصل فيها الرقصه دي، وساعتها بنحط كمادات ميه دافيه وساعتها بندي كالسيوم ومغنيسيوم كتير، اكتر حاجه فيها الكالسيوم والمغنيسيوم غير العناصر الموجوده في الصيدليه البقدونس الاخضر وبذره البقدونس. عشان كده نصيحتي للاخ اللي بيقول عندي شد عضلي عشان خد مدرات البول، وهو عنده حق
مدرات البول فعلا عملت كده. طب الصح ايه؟ يكتر من الكالسيوم اللي موجود في اللبن وفي الزبادي وفي الجبنه وفي البيض وفي السمسم وفي حاجات كتيره جدا زي البقدونس وبذره البقدونس. نصيحتي دايما اقول الحزمه بتاعت البقدونس اقسمها نصين، كل نصها واغلي النص التاني واشرب ميته، او هات بذره البقدونس واغليها. يعني انا بعتذر لحبايبي اللي كلموني، استاذ كمال والاستاذ حامد، وكاتب انا اسئلتهم الحقيقه، وان شاء الله هنحاول الحلقه الجايه زي ما قلت. عزائنا الوحيد ان البرنامج يذاع الاحد والاربعاء 11 بالليل، الاربع والحد 11 بالليل. حضرتك هتظبط القناه او هتنتظر البرنامج، وان شاء الله هنقول معلومات طبيه كتير جدا. كنت محضر لكم معلومات كتيره قوي 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 الحقيقه، لكن الوقت يمكن لم يسعفنا. اذكركم بس ان احنا في انتظار اي رسائل ليكم او اسئله على عناوين مراكزنا: المانيال محطه الغمراوي، المانيال محطه الغمراوي بجوار ميدان الباشا 84 شارع المانيال، 84 شارع المانيال مركز الدكتور حسين الشورى، او 129 شارع التحرير دقي امام سينما التحرير، او برج الاطباء او الفيصل بجوار اولاد رجب. دول الثلاث مراكز اللي انا موجود فيهم. اما في الصعيد فاحنا موجودين في شارع التلفزيون امام باب مستشفى الاقصر الدولي بجوار صيدليه الدكتوره سناء النوبي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه اخيك صدقه، وقال: احب الاعمال الى الله سرور تدخله الى قلب اخيك المسلم. يعني دايما بنحب نختم الحلقه بسرور. انا بس بشكر المستشار الثقافي لدوله الكويت المستشار احمد رشيد المطيري، صديقي العزيز. النهارده الحقيقه كرمني في سفاره الكويت، والقيت محاضره عن الحقيقة كورونا لطلبة كلية الطب وكل الطلبة الكويتيين اللي بيدرسوا في مصر، وكانت محاضرة رائعة. فأنا بشكره على هذه الفرصة، وبشكر كل الأشقاء في الكويت وأبنائهم هنا اللي هم أمانة في رقبة مصر إن شاء الله، وتمنياتي ليهم بالصحة والعافية جميعا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. وكما أقول دائما، كل طبيب ومذيع يقدم حلقة يختم الحلقات بكلمات، ولكني أختمها بابتسامة.